أعرف شو اسم الأبنية تحت هنا بصراحة. العتبي تماما موجود منه بالعتبي. هذا القالب متوفر منه بالسوق، يعني ما في أي مشكلة، بس بلاستيك مش معدن. إحنا بنصنعه معدن لأنه صناعي نشتغل فيه. طبعا في منه قياسات أكبر من هيك بكتير، في منه قياسات أكبر من هيك بكتير. مثل ما أنا شايفين لحنا نزلنا السمبوسك بالطريقة، بدنا رشة دقيق عليه هون تماما. وفي عنا شغلة صغيرة، أنا بحب أقفل السمبوسك بالطريقة هاي مثل ما أنا شايفين تماما. ممكن أخذها بالطريقة هاي تماما، طبعا ضغطة بسيطة مثل ما أنا شايفين. بعدين بنمسكها بالطريقة هاي شوي صغيرة عليها. وفي عنا التبصيم، احنا بنسميها تبصيمة السمسم بالطريقة هاي مثل ما انا شايفين هيك. عملكم طريقة سهلة وحلوة، بس الغير صيامي اللي انا بعني بالايام الاعتيادية ممكن ناخدها ونشتغلها بالزبدة والبيض والحليب، حتجي اطيب كتير بكتير بكتير صدقوني. حتى هلأ طيب، يعني ما علي اي مشكلة، بس لحنا يعني فيك تشتغلوها بالطريقة هاي، وفيكم تشتغلوها مثل ما حكينا بالطريقة اللي هي طريقة السمبوسك تماما. يعني الوقت عم يداهمنا شوي صغير الوقت مثل ما انا شايفين. السمبوسك طبعا مرغوبة بكل البيوت، بيحبوه. انا اليوم اخذت لكم اياها بطريقة سهلة وسريعة، طريقة سهلة وسريعة، بس ممكن قلت لكم نستبدل الزيت بالزبدة، ونحط لكل كيلو جرام 2 بيضة، ونحط معلقتين حليب بودرة، حليب ناشف معلقتين نحط. طبعا حيكون طعمه بالزبدة أطيب بكتير، بالزبدة أطيب بكتير، والتبقيج أحلى. أنا شو قلت لكم عن التبقيج؟ لازم في شغلة بدي لكم إياها، اللي هي يوم نبقجها طعم الزبدة بقلبها، يعني مثل الفطير بيجي طعم كتير طيب. هلا احنا بس هيك نقطة، طبعا مو مهم كتير السمسم، بس هو موديل بيطلع شكله حلو. طبعا الوقت عم يداهمنا، لهيك الاستاذ المخرج الاستاذ الحبيب عم يقول لي وقتنا بلش يخلص. طيب رح نزود شوي مشان القلي يكون اسرع. مثل ما انا شايفين حطينا السمبوسك بالزيت، صدقوني رح يطلع شكلها وطعمتها ولا احلى من هيك. رح حطيناه هون مثل ما قلنا لكم، رح حبينا نعمل كم قطعة على السريع هيك تكون قطع حلوة وظريفة، نشتغلها بطريقة حلوة. خلينا نضيف مكاننا شوي إن شاء الله يا حبيبي. طبعا يا حبيبي مثل ما أنا شايفين السمبوسك ما بتاخد وقت قلي أبدا، مجرد ما هي مخدات. شو المخدات؟ مجرد ما نفشت تطلع وش الزيت بيطلع شكلها مثل ما أنا شايفين هلأ بلشت تطلع. أيوة تماما بلشت تطلع، بتلاقي شكلها ولا أحلى من هيك. حتى طعم العجينة كتير طيب حتى لو بالزيت طيب. مشان أنا كمان حيتكون علم بشغلة صغيرة، بأكترية المطاعم بنسبة كبيرة، أنا في ناس كثير عم يقولوا لي عم تحارب المطاعم أنت برا، يا جماعة أنا ما عم حارب المطاعم، بس أنا عم لكم شغلة، أكترية المحلات ما بيستعملوا الزبدة، بيستعملوا الزيت اللي هو زيت الذرة أو الزيت المتوفر بالسوق، بيستعملوه ليساووا السمبوسك، فهمت شلون؟ بس بالبيوت بيحبوا يدسموها، بيحبوا يكلفوها، إحنا بنقول بتتكلف، القطعة بتتكلف، بتعطي تكلفتها الصح، بتعطي شكلها وطعمتها الطيبة الحلوة. لحنا بس قلي طبعا بعد اذنك استاذ محمد، معلش بعرفنا الوقت شوي معنا. طيب اوكي ماشي، هيدا عسنا على الاخير. مثل ما انا شايفين عنا طبق، والطبق عليه منديل مطبخ. لحنا بس بدنا نشيلها هلا ونحطها، بدنا نشيلها وبدنا نحطها بالطبق بس لتاخذ الحمار تبعها. مثل ما انا شايفين بلشت تنفخ الحلقة الماضية، الحلقة اللي فاتت
تناقشنا بالشاورما وحكينا عن الشاورما كثير شغلات، وسالوني عن الشاورما وحكينا بالموضوع هذا، وحكينا عن الشاورما لحمه ضمن البيت كمان. حتى شاورما الدجاج بدي اعطي ملاحظه سريعه عن مطبخ دريم، شاورما الدجاج ممنوع منعا باتا تتبل قبل الغسيل بالخل والملح والمي. الدجاج المتوفر بالسوق اللي عم يشتغلوه هلا اللي هو ورك ودبوس للشاورما. بهاراته طبعا سالوني البهارات الشاميه، لحم الاساسيات دبس الفليفله، دبس الفليفله ودبس البندوره، الخل، الثوم، الحبهان، وفي عنا الزنجبيل والبهار الابيض، وفي بعض الاشخاص بيستعملوا اللي هو الماجي البودره، الماجي البودره. الوقت عم يداهمنا، معلش يا الله كريم، منطول الوقت شوي صغيره وبناخذ وقتنا صح. مش حنقدر، ما معنا دقيقه بس، دقيقتين بالضبط. طيب اوكي ماشي، هني بس بدهم حمارة لا بلشوا يستووا. مثل ما انا شايفين بلشوا ياخذوا لون الحمار، بلشوا ياخذوا لون الحمار، وبلشت القطعة تنفش. تعطي القطعة يلا ها، نحن خاربنا على الانتهاء. طبعا كل ما يكون الزيت نظيف كل ما بتعطي اللون اللي هو اللون الفاتح، يعني مثل ما انا شايفين اخذه الجولدي، او اخذه اللي احنا بنقول جناح الدبور اللي هو لون الذهبي الجولدي، يعني اخذها اللون تبعها الصح. نحن ممكن نشيلها، ممكن نشيلها، مثل ما احنا شايفين بالطريقه هي. ناخذها مثل ما حكينا لازم على منديل المطبخ، منديل المطبخ، على منديل المطبخ، لانه منديل المطبخ هلا بس مشان اذا في اي بقايا زيت مثل ما انا شايفين تاخذ بقايا الزيت. هي طريقتنا اليوم، طريقتنا البسيطه، الطريقه المبسطه. ان شاء الله الله كريم يكون في معنا وقت شوي زياده لنحكي اكثر وندردش اكثر. طبعا انا بشكركم بنهايه الامر، بشكر الساده المشاهدين وبشكر اللي اتصلوا فينا وحاكونا. الخبز الصاج ان شاء الله ححاكيكم، يعني حرتب الامور او بتلاقيها على مطبخ صفحتنا، هي صفحه مطبخ دريم. انا بشكر الساده المشاهدين، بشكر المصورين كلياتهم اللي عم يتعذبوا معنا كمان، وبشكر الكنترول، بشكر الاستاذ المخرج الاستاذ محمد، بشكره كمان. طبعا انا الاسبوع القادم مو معكم ان شاء الله بمصيف، الاسبوع القادم حكون معكم، الاسبوع اللي بعده، الاسبوع القادم حيكون معكم اخي وحبيبي الشيف محمود عطيه ان شاء الله. ان شاء الله حاشتاق لكم الاسبوع، مو هذا، الاسبوع اللي بعده اذا الله راد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.